messages back and forth, including written letters with the Grand Ayatollah Sistani during the year I was there. So that means we were communicating three or four times a month. It was a very intense dialogue. He was generally helpful in realizing that dream. So I had great respect, and I have great respect for Grand Ayatollah Sistani, and I felt that we had a very open and free dialogue with each other that was very helpful to me. وماذا قدم الأستاذ السيستاني للشعب العراقي غير الجهل والتجهيل والفساد والفاسدين إضافة للعمالة للمحتل الإيراني والمحتل الأمريكي وتحقيق أحلام المحتلين على حساب الشعب وكرامته وإنسانيته وثرواته وثقافته وحاضره وتاريخه. ماذا حصل الشعب العراقي من السيستاني، من مرجعية السيستاني؟ هل يوجد غير العمالة للأمريكان، للإيرانيين، لتحقيق أحلام المحتل الإيراني والمحتل الأمريكي؟ يوجد غير هذا؟ ماذا قدم؟ لا يوجد شيء، فساد في فساد. فهل هذا هو مقياس الأقدر والأكفأ والأصلح التي يتبناها ويتباهى بها أتباع السيستاني